بسم الله الرحمن الرحيم. علينا نعمة الرب الأعظم دار الدور الأمين. في البداية نقدم الشكر الجزيل لهذا الحمد الجليل المجلي محبته وعطفه وكرمه وإلى جلال الأب المقرب هنا قبول بولا لمحبته أيضا وكرمه ورب يديم حياته ونحفظ أنوتهم سنين عديدة وأنتم أسائي وليد أمين. هيك أنا يعني الشرف الكبير إني أجي أول مرة لنا مع وفد من حكومة السودان وزير الخارجية واحد من الجماعة المسلمين وأقوال معهم عشان نحضر كاللقاء بالحضارات أو حوار الحضارات كان في مجتمعين في فيينا. وكان يعني الحقيقة حاجة كويسة وشريفة مثل الناس كلهم بيتكلم عن التعايش والمحبة والوفاء والتعامل بدون تفرقة بين الجنس واللون والعرق والدين والإثنية وغيره. فده يعني نتمنى أن ربنا يوفقه وتممه عشان يمشي حتى في بلادنا كمان ويكون دي يعني شيء جميل الناس يعيشوا مع بعض في محبة وسلام زي ما الرب يسوع المسيح لهم عايزنا نعيش فيه. في إنجيل هذا الصباح المبارك بكلمنا ربنا يسوع المسيح عن قصة توبة زكا العشار. وكلنا سمعنا طبعا مين هو زكا العشار. هو شخص كان رئيس العشارين وجماعة العشارين هم اللي كانوا يجمعوا الضرائب للدولة الرومانية في ذلك الوقت وكانوا بيكلفوا بأنهم يجمعوا ممكن يزودوا على الناس ويمشوا على الناس. فكانت الناس كرهاهم كراهية شديدة ولكن بتحترمهم ليس حبا ولكن خوفا. هذا الإنسان كان طبعا مغرم بالسلطة ومغرم أيضا بجمع المال ولكن لمست النعمة قلبه. فرأى يسوع مرا في أريحة أو سمع يسوع مرا في أريحة وبيقول لنا الكتاب اللي هو جميل كلام حلو وكان يطلب مريدا أن يرى يسوع منه. سمع عنه لكن كان عايز يشوفه وكانت هذه الرغبة رغبة أكيدة رغبة يعني تتغلب على كل الصعوبات اللي تواجهها وده بيورينا صدق رغبته في انه هو عايز يشوف يسوع. طبعا هو كان قصير القامة والشرف يسوع مر في الطريق والناس حواليه من هنا ومن هنا هو قصير مش هيشوف يسوع. فجت له فكرة انه يطلع على جنبيه ويشوف يسوع وهو ماشي. وطبعا دي فيها إهانة لو كان يبص لمركزه وقيمته في المجتمع وشخصيته ازاي يعمل عملية زي دي. يقول لعيال الصغيرين نعمل باشر منك واحد كبير تشتكي. فطبعا هنا تغلب على كرامته وتغلب على سمعته وتغلب على اللي قال عليه من الناس. يعني كل ده انت يعتبر كأنه لا شيء قدامكم انه يشوف يسوع. وهنا بنلاقي محبة الله الفياضة القوية اللي هي بتنتظر من الإنسان ولو لحظة إنه هو يقدر من النعمة عشان يأخذ نعمة وبركة. ربنا يختطف هذه الفرصة لكي ما يجزم إليه الجميع. وقيل عن المسيح له المجد إنه فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مربوطة لا يقصر. فشاف الفتيلة المدخنة دي وبسرعة كلم زكا قال له اسرع هروح بيتك النهارده. وده كان شرف عظيم لزكا ان هو يحل في بيت يسوع. وانا عارفين كان اليهود بيعملوا بالعشارين دايما في مستوى الخطاب عشان كده كلمه العشار والخطاب كانت مرادفه مع بعضيها طوال. ولما بيع عن يسوع قيل انه محب للعشارين والخطاب. ولما راح عند اتذكر الناس انتقدوا الكلام ده وقالوا ازاي يروح يبيت في بيت رجل خاطئ. ولكن المسيح
المسيح لرب ميت، هو اللي بيدور على طرف الدار والترجم المفقود، وعايز يجمع الجميع إليه، لأنه يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ولا يسر بموت القاتل مثلما يرجع ويتوب ويحيى. فبنشوف حنان ربنا المفتوح وزراعيه وحضانه المفتوح لكل الناس لكي يقبلوا إليه، وبنشوف حنان ربنا إنه يعطي هذه النعمة والبركة للإنسان وجد فيه بساطة القلب أو محبة إنه يرى يسوع عايز يعرف ربنا. وذكرنا قصة القديس موسى الأسود اللي هو برضه عايز يعرف ربنا منه. فمنادي الشمس كلها إن كنت أنت وأغريني أنت كنت الله ولا مين. فينادي له صوته ويقول له روح اسعد إلى ربان البلدية هناك عشان أوريك من هو الله. فهنا بنشوف إن كل إنسان مهما كانت عقيدته أو إيمانه بنشوفه عندما يتسم بصفة المحبة لله ومعرفة الله وعايز يشوف ربنا. ربنا مش يسيبه، ربنا بيقبل إليه ويكشف لنفسه. دايما بقول يا رب يسوع يا من الذي يحبني ويعمل وصاي أنا أحبه وأبي يحبه وأنا أريه ذاتي. نقول مرة ثانية أنا أحبه وأبي يحبه وإليه نأتي ونصنع منزلة. عشان كده نشوف محبة الله الفائقة اللي هي بتستدعي كل الخطاة أن يتوب. عشان كده الواحد ما يستكسرش خطيته على ربنا مهما كانت خطاياه، يقول برضه ربنا رحمته أوسع من كل الخطايا وأوسع من كل خطايا العالم. وزي ما بنشبه إن رحمة ربنا مثل رمل البحر، تطلع أي خطايانا جنب إحنا الرمل جزء من الرمل، صفيحة رملة تطلع لنا. لكن رحمة ربنا أوسع، ما فيش يأس في المسيحية. ربنا إدانا رجاء إن إحنا أولاد الله، بس نقدم إليه بكل قلبنا، لأنه عايز القلب كله مش عايز جزء مني. يعني لو زكا كان بيفكر في الفلوس وكان بيفكر في المركز وبتاع، ما كانش يدور على المسيح، ما كانش يسيب الحاجات دي. لو كان يسوي يدور على كرامته برضه ما كانش يدور على المسيح. لكن كل ده كان هذا العلم عشان يعرف المسيح. عشان كده المسيح عايز ان احنا نحبه اول حاجه، الاول والاخر في حياتنا. وبعدين كل ما نحتاج اليه في حياتنا هو بيدبره لنا باوسع باب واكثر مما نطلب. اطلبوا اولا، حافظين الايه ولا ملكوت الله وهذه كلها تزداد. ودي السمه اللي احنا المفروض كنا في ارض وارض الغربه هنا وكده، ان احنا ندور بس كيف نمسك في ربنا، ما نتشبهش بالمجتمع اللي عايش وسطينا او اللي احنا عايشين وسطينا، ما نتشبهش بسلوكياتهم او ثقافتهم او اللي هي تبعدنا عن ربنا. يعني نتمسك بربنا في كل وقت وفي كل حين. ونذكر قصة رسالة فتية في أتون النار، إنهم ما وردوش يعبدوا ويسجدوا للصنم اللي أقاموا نبوخذنصر. الوسط كله عايش في هذه الضلالة، لكن هم الوحيدين اللي وقفوا قدام هذه الضلالة وقدام النار ما خافوش وما هابوش النار وألقوا في النار، لكن الله أنقذهم وكانوا سبب لإيمان كثير من الناس. فعشان كده عايزين احنا نكون في وسط مثل هذا الوقت، نكون نور للعالم وملح للارض في المحبه في التواضع في العفه في الطهاره في الوداع في كل شيء. نبقى فعلا رسالتنا لربنا يعني جابنا فيها هنا ان كل رساله مقروءه من جميع الناس. ربنا يحافظ عليكم ويبارك فيكم ويجعل لنا الحياه مع المسيح باستمرار ثابتين فيه، غير متزعزعين ولا متأثرين بما نشوفه أو نراه من أشياء لا ترضى الله. ربنا يباركنا واحفظنا جميعا واحفظنا حياة وقيام أبينا القضاوي المكرم الباب المعظم الأمر القدر السامي وشريف الخدمة الرسولية أبينا القضاوي المكرم الأمر الجبريل وإلهنا كل ما يبقى.